دبينا على الأرض ومشينا في ملك الله، ضحكة من تحتها لبدا عيون الله، يوم فوق ويوم تحت، يوم صحبة يوم غربة، تنظر على اللي من عليه الاول. هو كيف انت شايف اهو طب من طوله وجع منقوط، عايزين نلحق نوديه المستشفى بجد. سكت عليك النبي عمر، لا تركب النبي عمر. لو سالوك في المستشفى يبقى قول ان ابوك. هو طبعا ابوي. اسمع يا اسطى، نطلع من طريق الاسفلت على جنة طوالي، اخوي تعبان وهو ناقص خط خطا. يا جماعه يا ابو مفيش مكان، عم حسن واخد نص العربيه، خليك انت يا بكري. اسمع يا بكري، هتعود على النجاح، هتقول لعمك مغاورين مع رجاله العيله كلهم ويحقق في موضوع سرقة الفلوس دي مع ناسنا الأول. هي ناسنا، اطلع يا اسطى يلا. اوعى بكري، ربنا يطمنكم ويطمنا. يا ريس دياب، يا ريس دياب. في ايه يا شوقي؟ مالك؟ هي
متهيألي في حاجة حصلت عند عائلة حسان، اني قابلت شهيان ومغوري فكانهم جايين العزة، لقيتهم حوضوا على بيوتهم من غير ما حتى يردوا علي السلام. دلوقتي بانوا نعرف كل حاجة يا ريس دياب. الكبير وصل. لا مؤاخذة يا خواجة، حاسب لا توقع. تعال يا خواجة يا رجالة شيلوا الشنط. تفضل يا خواجة تفضل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا 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 عمي، وحشتني قوي. مرحبا كبير بندرية. عرفت ولد أخوي بموت نافع؟ عرفت عرفت يا عمي. يالله الله يرحمه. يالله يا رجالة تفضلوا خواجات تفضلوا. مين دول يا عمي؟ دول الضيوف يا عمي. بس إيه، دول الضيوف اللي هنشوف على إيدهم الخير كله. السنيور لا مؤاخذة سنيور، على طول بتلخبط في اسمك. كفاية تقول السنيور بس، لأنه ما فيش سنيور غيري. شكلك مش غريب علي يا سنيور. يلا يا شوقي يلا خذ الخواجات وقعدهم جوا يلا وضيفهم. يا مرحب يا مرحب تفضل. عمي عايزين نشوف بيت نقعدهم فيه ويكون لوحديهم وبراحتهم. هم يقعدوا هنا كتير؟ كتير قول طوالي. دول يا عمي اللي هنشوف على ايدهم الخير كله، دول اللي هيرجعونا لأيام زمان، أيام الخواجة بيني. الخير هيعم عن نجع كله ويحل لنا كل مشاكلنا. مش تقولك ده؟ يبقى ما فيش أحسن من بيت عمك سعدون. أهو بيت طويل وعريض، وأم جميلة قاعدة فيه وحدها. أم جميلة هتروح فين؟ أم جميلة نجيبوها تقعد هنا وسطينا، ويا سيدي لو رست علي إنها تجوزها أتجوزها، وتيجي تقعد في البيت هي وبنتها. يا سلام عليك يا عمي، وجاي على نفسك قوي. يا سلام. غلب اسم وراي. عيب يا عيب. ماشي يا عمي ماشي. على العموم هي مصلحة وفكرة زينة، بس هتعمل ايه في رجية وامي؟ ده نارهم عديد. كفاية انت بس اللي تعرف دلوقت، وقدام شوية انا بكون قولوا لهم. بس قولي لها انت. ماشي يا عمي، روح انت لأم جميلة وخليها تفضل البيت على ما اقعد انا مع الخواجات جوا. اوامرك يا كبير بندرية. بقول لك يا عمي، ايه اللي حصل في بيت حسان؟ شايفهم كلهم راكبين الميكروباص ورايحين على البندر. شفتهم وانا جاي. في ايه؟ مالهم؟ اكيد حصلت لهم حاجه عفشه. بقول لك ايه، خلينا دلوقتي في ام جميله، سيب عيله حسان بعدين. يلا عن اذنك. يا اهلا يا خواجه. طمنا يا دكتور الله يخليك. والدك يا باشمهندس؟ ايوه والدي، احنا تحت امرك في اي حاجه يا دكتور، بس اخوي يقوم بالسلامه. واضح انه تعرض لصدمه عنيفه سببت له الحرق. احنا ادينا له مزيجات للجلطه لغايه الحاله ما تستقر، بعد كده هنعمل له اشعه مقطعيه على المخ. بس الموضوع طبعا هياخد وقت. يعني في امل انه يخف يا دكتور؟ باذن الله كل حاجه هتبان بعد الاشعه المقطعيه. بعد اذنك. اتفضل يا دكتور. لا انت تجيبه مناع يتصرف مع ابوه. اصبر شويه يا نسمه، عقلي متخلبط دلوقتي. ايه اللي حصل يا عم ناجي؟ الصدمة اللي توصل عم حسان للحالة دي؟ بيتنا اتسرق يا ولدي، شقى 6 سنين في الأرض الجديدة كله راح في لحظة. اتسرق مننا يا ولد أكتر من 2 مليون جنيه. آه يا بوي، كان بيتمنى يبني بيت كبير على الأرض، كان بيحوش كل قرش علشانها. لا أنا قاعدة تحت رجلين أبوي، أنا اللي هخدمه. ممكن نخليك مرحبا معانا ونجيب لك سرير كمان. يلا بينا يا عم ناجي، ندفع حساب المستشفى نشوفوا لكندا نبيتوا فيها للصبح. يلا يا شاهين. بيتوا فيها انت وشاهين يا عمي، واطلع طوالي على سوهاج عشان اشوف مناع وبلغه. ما انت صاحبه اكيد عارف مكانه. معقول هيقعد الفترة دي كلها في نفس المكان؟ ربنا عالم إذا كان عزل. يبقى العقل تبيت معنا الليلة دي في اللقبة، ومن بكرة الصبح تطلع على المحطة، ومنها تطلع على المزرعة اللي أنت بتقول إنها تبعه دي. فكرة زينة برضو. معك فلوس لحساب المستشفى عم ناجي؟ الستار موجود يا ولدي. الفلوس اللي ما تسرقتش دي هي اللي قبضناها امبارح من بيع الغلة. لولا كده ما كناش قدرنا ندفع الحساب. قدروا لطف يا عمي، قدروا لطف. الحمد لله يا ولدي. يا اهلا وسهلا. يا اهلا يا مرحب بالخواجات يا مرحب. دقيقه واحده ولع النور. يا سلام. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. تعرف يا خواجه، يمين بالله ومليك علي يمين، البيت ده مبني زي بيت ابوي بالضبط. عمي سعدون صمم يبنيه زي بيت ابوي. موقعه جميل اظن. ده ورا بيوتكم على طول صح؟
احنا قصدينك ده يا خواجة علشان يبقى بيت ابوي في الاول وبيت عمي في الاخر. ليه؟ علشان نحوطوا العيلة ونحموهم. احنا اللي هنحميكم يا همام، بس هو عايز شوية توضيب. شوف يا خواجة، البيت ده هيكون بيتكم وهيكون مطرحكم، اعملوا فيه ما بدلكم. لا، احنا عشان يكون بيتنا لازم نشتريه، ولازم يكون بعقود كمان. شوف يا سنيور، انا كلمتي بمليون عقد، انا الكبير هنا، محدش يقدر يكسر لي كلمة. لا معلش، لازم نشتري البيت والارض اللي حوالين البيت ونعمل عقود بكده يا همام. ولا تكلف نفسك يا خواجة، انت مش قلت هتقعد هنا وقت الخطر بس، يعني وقت التشوين والحصاد ووقت البيع. يا مرحب يما، يا مرحب، نورت البيت. مش باين، ما انا كنت مرتاحه في بيتي لولا حكم الكبير. هو همام يحكم في اللي ملهوش فيه ليه؟ وليه ده قلبنا غراب وخواجات؟ اتخوت ده ولا ايه؟ اهو بيعمل لصالح العيله كلها، ولا عاجبك الزرع اللي كانت بتخيب سنه ورا سنه وما فيش قرش واحد؟ وهو عشان يعمل لصالح العيله يطلعني انا من بيتي ويخليني ضيفه بدل الضيوف. ويرد ضيفه مترحب بيها في ايه يما؟ ده احنا نشيك على راسنا، واللي مش عاجبه يمشي. هو مين اللي يمشي يا بيه؟ مشاش في ركبك. البيت ده بيت انا ورجيه من قبل جوزك ما يتولد، يعني لا انت ولا همام ولا امك اتحكموا فيه. ما تتحمقيش كده يا عجيله، ده انت صاحبه عايه، انا اللي هعود على بيتي واخليه يشوف له صرفه في ضيوفه. ان شاء الله يجيبهم هنا وسطيكم يعكنن عليكم ما دام ما تعرفوش حمد ولا شكرانيه. استني يما استني، دول قاعدين بره. همليني هو انا نقص حرق الدم ولو يبوس في خلقتي؟ ده انا صاحبه جميل عليهم. يما راحه فين دلوك؟ ارتاحي ارتاحي، طالعه على بيتي واللي يحصل يحصل. يما البيت مش ناقص مشاكل يا عم، احنا كسبانين، وان كان على البيت هنبني بيت احسن منه، وهناخد فلوسهم مرتين عشان تعيش في البيت متهني انت ومرتك الجديده. خلاص، يبقى نبني البيت جارهم عشان تبقى عنين عليهم دايما. جارهم ليه؟ عمايل الخواجات ما تلدش علينا، وكل ما بعدنا عنهم كل ما كان احسن. معاك حق. بابا بابا خبريهم جميله، لما خلقاتك رايحة على وين؟ مش هلقى راحتي غير في بيتي، رجعوني لبيتي، ما عايزاش اقعد مع حد. يا ام جميله، بيتك خلاص بعناه للخواجات، والفلوس بتاعتها وهنبنولك بيت ساعدك. خلاص اتفقنا انا وهمام، توما البيت يخلص حنروح نقعدوا فيها على طول. ادخل يا ام جميله، ادخل يا حماتي، وتحمل شويه عشان المصلحه تمشي، وان كان على امي هنبه عليها ملهاش صالح بيكي. اتحمل وامري لله. ربنا يخليك يا ست الستات، وخلاص البيت هنبنوه اسرع من البرق، امحيتي فلوسه حاضره، وبعد كده هنعلن جوازنا طوالي. يحضر لك الخير يا سبع الناس، امري لله. تفضل يا ست الستات، تفضلي. سلام، يا سلام عليك يا عمي، طلعت واعر قوي. امال ايه يا ولد اخوي، حماتك دي ولا بنت البنوت؟ يالله هنيالك يا عمي. السلام عليكم يا بندريه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا مغاوري، اتفضل. ازيك يا مغاوري؟ اتفضل اتفضل. ايه يا مغاوري، سمعنا عنكم حديد واغوشنا عليكم. في حد فيكم عمل الواجب والاصول وجه سال عن اللي حصل؟ اه يا مغاوري، ما انتوا كمان عارفين ان احنا كان عندنا عزاء. انا لسه معاود من سفريه طويله، وقابلت مناع وشايع معايا هديه لابوه وامه. ايه ده؟ كل دي فلوس جبتوها من وين؟ انت مالك؟ مالكش صالح بالفلوس دي؟ ليه يا صالح ونص يا همام؟ عشان انا عارف الفلوس دي فلوس مين؟ ما كانش العشمه بنت ريه تتقلبوا حرامية على آخر الزمن. لا بابا، انت فهمت يا مغاوري؟ فهم صح، وربنا بعت دلوق عشان اشوف فلوس حسان عنديكم. فلوس مين يا راجل يا مخلول انت؟ مخلول؟ كل حياك علي انا همام، علي الطلاب بالدرك ندفعكم الثمن الغالي يا بنت ريه. وانت عايز تقول علينا حرامية ونقول لك متشكرين اياك؟ وانتوا كيف مش حرامية؟ حرامية فلوس دي فلوس حسان، 2 مليون جنيه لو ما رجعتوهاش الدب هيغرق الناجع كله.
سامعين يا بلدرية؟ ما غاورة افهمني. روح واتكلم على قديك. احنا لا يهمنا انت ولا نمشي عينك. سبت يمشي ليه يا ولد اخوي؟ لازم نفهموه الحكاية. عنه ما فهم سيبوا يغور. طول عمرهم بيسرقونا واحنا ساكتين. مناع كان بياخد نص تمن الحشيش لوحديه ويقسم النص التاني علينا يا عمي. ايه؟ وانت ايش دراك؟ امال انا جايب الخواجات معالي. الخواجات فهموني على كل حاجة وفهموني كمان ان كل اللي يملكه مناع احنا لينا فيه وحتما لازم ناخده. انا هتجنن يا مناع بيه. ازاي تلحس الكلام اللي قلته في المؤتمر كده؟ الحزب يفقد المصداقية. وبعدين اتفضل يا سيدي، مليون شكوى من كل الجهات بسبب رفضك التعاون معاها. يعني الدولة تفتح المجال للاستثمار الأجنبي وسيادتك التابع للحزب بتاعي تكفله. يشوفوا لهم مصنع سماد تاني، عندهم مصنع منجبات، قالوا يعملوا المشروع تحت إشراف الحكومة. وماله؟ وناخد أصوات الانتخابات من أسيوط. جرى لعقلك يا مناع؟ امتياز وجاي للمحافظة، أسيب له محافظة تانية عشان سبب هايف زي ده؟ وبعدين يا سيدي هم عاوزين قطاع خاص، ما عايزينش قطاع عام ولا دوشة القطاع العام ولا بيع القطاع العام. وأنا إيش ضران إن المشروع دي مع مصلحة البلد ولا ضدها؟ كنت خبير بيروج أنا ولا كيمياوي؟ ولا ده ولا ده، ولا الموضوع يخصك من أصله. ولو عاوز تعمل معهم عقد يجنبك أي أضرار أو مسؤولية، الحزب هيوقف جنبك بكل قوته عشان نحسن الصورة الوحشة اللي ساعتك حطتنا فيها. كل شروطك حطها في العقد، بس المهم الناس تشتغل وما يتقالش علينا بنعطل المصالح الوطنية. لما يكونوا الخبراء كلهم أجانب ومحدش يعرف بالضبط إيه هدفهم يبقى لازم نقلق. مش مسؤوليتك ولا مسؤوليتي، دي مسؤولية اللي فتح لهم الباب وجابهم أصلا. سلامتك يا ابوي. سلامتك، ما تخافش. انا نسمة، احنا في المستشفى في جنة. اللي جرى يا بنتي؟ ما تتكلمش يا ابوي، ما تتكلمش، ما تقطعش قلبي. ان شاء الله هتقوم وتبقى بخير. اللي جابني هنا؟ المهندس عمر هو اللي جابك هنا، وراح يجيب اخويا مناع، وانا وعمي ناجي قاعدين وياك. بس سمحوا لي بيت وياك. مناح ولدي، أنا عايز مناح. عمر إن شاء الله يجيبه، هو الوحيد اللي هيعرف يتصرف في النصيبة دي. الفلوس راحت، شغل عمري كله راح. صحتك بالدنيا والأرض باقية. مين اللي ساردنا؟ هنعرف نجيبه يا ابوي وهنجيب فلوسنا وحقنا، بس المهم تكون بسلامة. صباح الخير. صباح النور. هو الحاج فاق؟ الحمد لله، بتكلم معايا. عال عال كده، يبقى في امل كبير باذن الله نطمن ويبقى زي الفل يا رب. يا ريت بقى ما نتعبوش وخليه يكلم كتير. معلش يا حاج، سامحني، كل ده عشان خاطر مصلحتك. هقول ايه يا ولدي؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ايوه كده، ارمي حمورك على الله وان شاء الله كله هيبقى زي الفل. ممكن بقى تفضلي عقبال ما نشوف على الحج. عمر. ايوه. دخل بسرعه يا سامي. ماشي سامي. اياك تخلي حد يخش علينا، فاهم؟ يا ساتر استر يا رب. يا ترى ايه اللي جابك يا عمر غير الشديد القوي؟ السلام عليكم يا مناع. عليكم السلام يا عمر، وحشتني يا راجل. كمان خير يا صاحبي؟ رميت الهم على كتافي وفتني يا مناع. وجعت قلبي يا عمر. ايه اللي حصل؟ خير ان شاء الله. خير. وهم كويسين؟ فاطمه كويسه؟ البيت فيه حاجه؟ انطق يا عمر. انا ما اعرفش حاجه عن التفاصيل، كل اللي اعرفه اني نقلت ابوك المستشفى عشيه في جنة، والدكتور مش مطمن للحاله. ابوي
قلبي حاسس. يلا يا عمر دلوقتي يلا ممكن نكمل في الطريق. انتوا واخدين ابويا على فين؟ نعمل له كات سكان. يعني ايه؟ اشعه المخ. يلا بري. يلا مخه. طب استنوا ادي معاه يا بوي. طب اعمل ايه؟ لحظات بس لحظات وانا فاهم. في ايه؟ سيبهم بس نشوف شغلهم وهم هيخلصوا ورجعوه هنا تاني وانتوا اقعدوا استريح. طب ما تستنوا اخويا منع لما يجي. ده باش مهندس مفهم في الحاجات دي وممكن ما يوافقش ويقول لي ازاي هملتيهم ياخدوا ابوكي كده. ما تخافيش دي اشعه مهمه ولازم تتعمل عشان نعرف نعالجه صح. يعني يا دكتور دي مش عمليه؟ لا يا ستي دي مش عمليه دي صوره كانوا رايح يتصور عند المصورات بس احنا المصور دي بتاعنا بيصور الجسم من جوه مش من بره. طب بالله عليك يا دكتور هو حالته خطيره ولا لا؟ اي حاجه في المخ ما بتبقاش سهله يا مرعب. بس عامه بعد الاشعه هنعرف مدى الخطوره وامكانيه العلاج منها. مع السلامه. يعني ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. اقول لهم ايه لما يجوا؟ اقول لهم ايه؟ اخذوا ابويا مني كده وانا قاعده زي الخايبه. ربنا يسوقك يا منع. ربنا يسوقك يا اخويا. انت اللي هتلحقنا من المصيبه دي. ايوه يا مناع انت فين ومين اللي بتزوره في مستشفى جنى؟ طيب بروفيسور فايهايزر قاعد قدامي وعايز يكلمك. معاك. شكرا. اهلا مناع بيه. انا طبعا مش عاجبك الميعاد اللي انت لغيته من غير ما تبلغني. ده رضوان باشا رئيس الحزب هو اللي حدد الميعاد. عموما مش ده موضوعنا لان حتما جات لك ظروف بتشفع لك. انا هنا ليه؟ انا هنا كعميل وطالب منك انك انت تتوسط لي للهانم. عايز افتح حساب $50 مليون دفعة اولى مشاريع المنظمة هنا. وارجو بقى ان يكون ليك نصيب في التورتة الكبيرة دي. حاضر. اتفضلي يا فندم. الو. ايوه نورهان. اسمعيني من غير اي تعليق. الراجل قدامك ده داهيه ما تديلوش الامان ولو بكلمه. وياك تقولي له اي حاجه خاصه بينا. ماشي. اخبار العيال ايه؟ خلي بالك منهم وسلمي لي عليهم عبال ما اجي. طيب يا ستي هكلمك بعدين. سلام. مع السلامه. مين نورهان دي يا منى؟ مرتي ام عيالي. اشتغل مديره في بنك ومن عيله كبيره جوه سوهاج. وعندك عيال كمان؟ عندي حسان وتوفيق. السنه الجايه حسان هيدخل المدرسه. ما شاء الله ما شاء الله. بس لو عايز رايي بلاش تجيب السيره دي قدام ابوك لحد ما يخف. ابوك مش حمل صدمة تانية يعني. يا سيدي الأول نطمن عليه وعلى حالته. قولي احنا قدامنا أكتر من ساعة صح؟ تقريبا. طيب أنا لو نمت جارك هنا تتضايق؟ لا نعم نعم. طيب. افرض الكرسي دي ونام. نعم أنا زين كده زين. وإمتى أقدر أستلم دفتر الشيكات؟ أول ما التحويل يتم هتصل بحضرتك. يبقى دلوقتي. المبلغ اتحول على المركز الرئيسي ولو حضرتك اتصلتي هتتاكدي. معلش استحملنا ده مجرد اجراء روتيني. انا فاهم واتمنى اني اكسب ثقه البنك واتمنى اكتر اني اكسب ثقه مناع بيه لاني مش عارف ليه حاسس ان هو سيء الظن بيا وبيتعامل معايا بشيء من الحذر. لا ابدا ده بس بيتهيألك. ويا ترى بيتهيألي برضه ان مناع بيه حذرك مني بالتليفون. ويحذرني منك ليه؟ هو في بينك وبينه حاجة؟ بس هو فعلا حذرك لأنك طيبة ومبتعرفيش تخبي مشاعرك ومعاملتك ليها اتغيرت 180 درجة من ساعة ما كلمك. بس صدقيني أنا مش زعلان. أنا مبسوط قوي إنك تثقي في كلام جوزك. صدقيه نفذيه بعد إذنك. بروفيسور حضرتك بتتكلم مصري كويس قوي زي ولاد البلد. اللي بيحب شعبه بيتقن اللهجة بتاعته. ما شاء الله. بعد الاسم. رودي
عايز معلومة مهمة من محافظة تانية عن مريض في المستشفى، مين اللي يقدر يجيبها لنا؟ مفيش غير دكتور علام، راجل صديق ومتعاون. اتصل بيه فورا. اوكي يا بروف. شوف لي يا ابني كده، في حد دخل المستشفى اسمه حسان، مناع، بنداري حتى. تمام يا دكتور، في واحد دخل امبارح باسم حسان الحويتي، حاله فالج نصفي. ممكن تشوف لي مين اللي بيشرف على حالته عشان عايز منه تقرير ضروري؟ مدام مخه واعصابي يبقى دكتور علاء. اكيد اكيد ان شاء الله. شكرا. العفو. ألف سلامة عليك يا ابويا، يا ريتني كنت مت قبل ما اشوفك كده. بص عليك يا منى يا ولدي، هشوفك كل سنة مرة. غصب عني يا ابو منى، النهارده مش هين هم لك ابدا. ايش بدك؟ على طول في بالي، انا ما فينك ولا حاجة. كفاية يا ولدي، ما تحملش على ابوك في الكلام أكتر من كده. هو فين الدكتور يا عمي؟ عايز اطمن على ابوي. هاخدك دلوقتي ونروح له. سرقولي يا ولدي 2 مليون. طهور الفلوس يا ابوي، عندي فلوس كتير، ابقي لك اللي انت عايزه. يعني ايه؟ يسيب اللي سرقنا يتهنى بسرقته؟ لا والله ما يحصل ولا يكون. صحة ابوي اهم يا عمي. يلا شوف الدكتور، عايزين نطمن على الراجل. فضلكم يا جماعه، عايز ادي المريض الدواء، اتفضلوا ارتاحوا بره شويه. عاملين له الاشعه ولا لسه؟ خدوه بسرعه وقالوا هيعملوا بالحاجات دي ورجعوه بعد ساعتين. من ساعتها حبت عيني العسل، مش دريان بالدنيا، ما فاجش لحد ما انتوا جيتوا. اكيد ادوا له حقنه مهدئه. قولي انت حضرت على مناع اخوي كيف؟ اسأل ما يتوش. بعدين مناع اخوك يبقي حاجة كبيرة قوي، كل الناس تعرفه، ربنا كرمه من وسع. يعني ايه؟ فهمني. يعني بقي عنده مصانع ومزارع وعنده شركة كبيرة قوي. ربنا يزيدك ويحميك يا ولد ابوي. والله ما دام حالتك المادية كويسة يبقى انصحك تسفره برا، لندن، باريس، ميلان، العمليات دي بتنجح هناك اكتر. مسافر وان شاء الله امريكا، ما يهمش. عموما دي التقارير بتاعه الحاله، وهديك اسم دكتور في القاهره هيقدر يساعدك، يتصل لك بالدكاتره في الخارج ويحدد لك موعد. بس يا ريت تاخد له معاك الباسبور بتاع الحاج عشان يجيب التاشيره ويخلص الاجراءات. باسبور ايه يا دكتور؟ مش هما يطلع بطاقه الاول؟ مش مشكله، طلع له بطاقه وباسبور. وما عندوش شهاده ميلاد كمان. مش مهم، انا هتصرف يا دكتور بعد اذنك. ربنا معاك يا ولدي. والله ما انا عارف هتعمل ايه ولا ايه، هتطلع لابوك وراك ولا هتنزل مصر تدور له على دكاتره؟ هعمل اي حاجه عشان ابويا يا عمي، انا عندي اصحاب كتير ليهم مناصب، هم اللي يعني ايه مصالح مشتركه. همك تقيل يا ولدي، همك تقيل. يعني مناع خزني معاك لتاني مرة؟ في الحقيقة رحت له مكتبه وما لقيتوش، ومدير مكتبه قال إنه ما عندوش فكرة. أنا كنت مجتمع معاه واتفقت معاه على كل حاجة، مال أنا أمال مدير أعماله أنا؟ عموما أنا قدمت طلب للبنك بتحويل مبلغ دعم المنظمة 50 مليون دولار دفعة أولى، واتعشم على بال ما توصل الفلوس نكون خلصنا من العقد مع مناع عشان نبتدي شغلنا بقى. أوعدك يا بروفيسور فايهايزر إنه هيحصل. مناع، مناع. الو، ايه مناع بيه؟ ده موقف تحطني فيه مع البروفيسور فايهايزر؟ ايه؟ بتقول ايه؟ انا بكلمك في ايه وانت بتكلمني في ايه؟
يا سيدي عايز تصفر واحد للعلاج بره وملوش اي جد ازاي؟ يا سيدي حالات انسانية على عيني وعلى راسي. يا عم ده الكلام معوش ده مناع صالح بيه. واضح ان مناع في ازمة ومحتاج حد يقف جنبه. عايز يصفر واحد قريبه للعلاج بالخارج وقريبه ده ما عندوش ورق. نعرف منين بقى ان قريبه ده ما كانش عليه حكم ولا ارهابي؟ في الظروف الامنية اللي احنا فيها دي المواضيع دي لازم تاخد وقت طويل. يتهيالي على بال ما تخلص الاجراءات دي يكون المريض توفى. بعد اذن سيادتك عندي شغل عايز اخلصه. وصلني خبر ان في عركة هتقوم هناك مع البندري. تتعركوش فينا غير بينا. انا عشان كده اخوي عايز اعاود هناك. ما عارفش اذا كان مغاوري لقى بينا صح ضد البندرية ولا بيتهمهم بالكيد. شمس الشراجي الفلوس معلمينها. ما تتعبش نفسك يا ابوي، اكيد عمي هيعمل اللي في الصالح. تشغلش بالك اخوي بالنجع واللي بيجرى في النجح. خليك انت بس في همك التقيل ده. وعلى اي حال اطمن، مناع ولدك بيعمل لك ورق عشان يسفرك للخارج تتعالج هناك في بلاد الخرجات. انا كده ولا كده مطمن دلوقتي عشان وجود مناع وياه ومالوش عازه هنا. روح يا عمي، روح انت واطمن، وطمنهم في النجح. كلهم ان ابويا هيطيب، ما عايزينش حد يشمت فينا. حاضر يا بنتي. شوف وشك بخير يا اخوي، شد حيلك. ايوه يا بوي، عايز تقول لي حاجه؟ قال المناع اخوك يا عمر يا دلله لا حموت حموت. احب على يدك يا بوي، ما تقولش كده. ان شاء الله انا وانت لا خلص. هتقعد سنه في شوط وجبات انت اخر. ايه ده مناع؟ عشان تعرف تفكر. العصبيه دي ممكن تخليك تعمل حاجات غلط. متغاظ يا عمر، متغاظ. مش عارف اصفر ابويا كيف ولا اقول له ايه. أكيد في حل في الظروف اللي زي دي، يعني مثلا تكتب إقرار أو تعهد أي حاجة من دي. أنا كنت عشمان رئيس الحزب يخدمني. أنت ما قلتلوش إن أبوك؟ محدش عارف إن ليه أب ولا عيلة من أساسه. خد يا ولد، خد الباقي علشانك وحطهم في الشنطة يلا. طب وهتعمل إيه دلوقت؟ هعمل محاولة رسمية أخيرة قبل ما أخد أي قرار. فعلا الحالة دي محتاجة عملية سريعة جدا في المخ قبل الجلطة ما تتحرك. المستشفى هنا فيه امكانيات لعملية زي دي؟ فيها طبعا، بس بالتأكيد مش زي ورده. ومين اشهر دكتور بيعمل عمليات زي دي في العالم كله؟ بلا شك دكتور ديفيد كامول. تستعد ان هو هيجي هو التيم بتاعه هنا اهو. الحاج غلاوته من غلاوة مناع بيه عنده. انت عرفت منين يا بروفيسور فرهايزر؟ اهلا مناع بيه، انا كنت بالصدفه عند رئيس الحزب وسمعتك كنت بتكلمه في التليفون وفهمت المشكله ايه. المشكله حلها سهل. الحاج ما يقدرش يسافر بره يتعالج، احنا نجيب له اللي يعالجوه لغايه هنا. يعني زي ما تقول كده هو العنايه الالهيه بعتتني لحضرتك. فجاه كده وانا قاعده مع ابوي لقيت حومه، حومه دكاتره على بهوات على خواجات، وطلعوني بره وتلموا على ابويا يا حبه عيني كانه حته لحمه. أكيد مكالمة مناع للمسؤولين جابت نتيجة. مناع بيجي واصل. وانت ايه اللي جايبه معاك ده؟ وكل الوكل هنا ممنوع.
ممنوع ده ايه؟ ده مناع بيجي بيه. قام طلع اهو، تعالى نطمن عليه. لحظة من فضلكم، لما البروفيسور يخلص كلامه مع مناع بيه خلوكم تفضلوا. أنا اللي مجنني وما قدرش يخش مخي. أنت بتعمل معانا كده ليه؟ لأنك واحد من أبناء المنظمة. أنت وأبوك الرئيس حسان. منظمة؟ منظمة إيه؟ مش فاهم حاجة. خلاص. عايز تعمل عبيط وتضحك على روحك؟ نضحك سوا. ولكن المهم في الآخر هنتفق. بقول لك إيه؟ أنا مشغول بأبوي. ما فاضيش الاتفاقات ولا غيره. أبوك هيتعالج وهيخف. ولو كنت لجأت ليا بدل رضوان بيه ما انا كنت حللت لك المشكله زي ما انت شايف. ده انت لو كنت عايز نصفره بره كنت صفرته لك. صفره كيف وهو ما عندوش ورق ولا له وجود اصلا؟ تليفون صغير ويجي لك باسبور رسمي وعليه تاشيرات الدول اللي انت عايزها. ده احنا منظمه جامده جامده ومفيش اي حاجه مستحيله عندنا. اكيد طبعا، والا ما كنتش بجيت الخواجه فرايزر الخبير البيئي والزراعي. هديك بطلت تستعبط اهو يا مناع. عجبني. انا دلوقتي اطمنت عليك وعلى صحتك يا ابو مناع. يا سلام على الناس الكبار البركه دول اللي ما بيعرفوش يستعبطوا، مش زي الشباب الاشقياء دول. مناع يا ولدي، اياك يا مناع. اياك ايه يا حاج؟ ده مناع واحد مننا وانت كمان. ولا نسيت ايام زمان لما كنا مع بعض باسوان وانا حطيتكوا على اول طريق الخير؟ ما تقلقش نفسك يا ابوي، مفيش حاجه تقلق. بالظبط زي ما قالك مناع، مفيش اي حاجه تقلق. احنا اولاد منظمه واحده، نستحمل بعض ونشيل بعض ونحمي بعض وننسى الخلافات الصغيره ونبص على المصالح الكبيره. يعني بكره نمضي العقد. وإذا قلت لك إني مش موافق وإن إحنا ما بقيناش تبعكم؟ عادي، هشتكيكوا للحكومة بتاعتكم وهقول لهم الناس دي بتتبرى مننا مع إن لحم كتافهم من خيرنا. وحدي الحكومة المستندات اللي تثبت وجهة نظري، والحكومة بقى هتحكم بينا بالعدل. قلت إيه؟ ندخل بينا الحكومة ولا نتفاهم بالمعروف؟ أجل أي حساب دلوقتي لحد ما هو يخف، وبعدين بقى نتفقوا على اللي يريحنا من بعض يا خواجه بني. وبكره همضي لك على عقد السهاج. اولا بني ده مات واتقتل ومش عايز اسمع عنه. انا البروفيسور. وثانيا انت وابوك من هنا ورايح وبالامر تبع المنظمه. الواجب علينا نحميكم والفرض عليكم ان كنتوا تسمعوا كلامنا. اظن كلامي واضح.
على وردي وريحاني قطعتي.